وهذه صديقتها دانا، ودانا تسأل خلود عن المرطب الذي تستخدمه. خلود تعطي المرطب لدانا. كيف وجدته بهذه السرعة؟ وشو برأيك بستخدم مرطب للجسم لأنه حاسة بشرتي جافة؟ أنا استخدم هذا. ليس من الممكن. كيف عرفتي؟ خلود تقرأ بالبريل على المرطب. سحر. هذه خلود وهذا مكتبها، وهذه زميلتها دانا. يتحدثان عن الفواتير أو لا يهم، ولكن ترك هذا الكوب مهم. بالنسبة لمعظم الناس هذه القضية ليست بمشكلة، ولكن بالنسبة لخلود هي التي تعاني من مشكلة في النظر. كاسة الشاي هذه التي نستها دانا على الطاولة لها تأثير مأساوي. الحمد لله خلود تعلم صديقتها جيداً. دانا؟ شو؟ على كثر ما أحب ريحة شاي النعناع إلا أني ما بيكتها وشم ريحتها على الطاولة طول الأسبوع. I'm sorry. لا عادي ولا يهمك. هذه خلود وهذه الفتاة التي تعاني مشكلة مع اختيار وجبة المقبلات هي دانا. خلود قد اختارت الحمص منذ 5 دقائق بعد قراءتها قائمة الطعام المطبوعة بخط البريل. سمعت إنه الموفي فلايت بلان أو بلان أوف فلايت صار بالسينما، شفتيه؟ قصدي سمعتيه؟ للحين ما شفته. خلود، العصير على الطاولة شفتيه؟ قصدي لمستيه؟ مو لازم تستخدمين كلمات خاصة لما تتكلمين معي، ترى أنا أفهم بنفس الطريقة. سوري، هيك كتير أحسن. لا تحاتين، أنا متعودة على هالشيء. وين الويتر؟ توه مر من عندنا وراح هناك، ما شفتي؟ هذه خلود وهذه صديقتها دانا. اتصال كثير. والشخص الذي لا يتوجه بالحديث لخلود حالياً هو طبيبها. الطبيب يعلم اختلاف خلود والحواجز التي يخلقها هذا الاختلاف، ولكن يبدو أنه نسي أن الإجابة عن أسئلته ليست هي الحاجز أمامها، لكن خلود هي خلود. إيه، صار لي فترة أكح وحلجي جاف، وعلى فكرة ترى أقدر أخذ حبوب عادي، ويفضل يكون مكتوب عليها بطريقة برايل. أوه، وعلى فكرة يا ريت إذا رح تكتب لي دواء يكون ما يخليني أنام بالشغل. تشتغلي؟ إيه، وبعد أحتاج إجازة مرضية لو سمحت. هذه خلود وهذه صديقتها دانا، تساعدها في إيجاد فستان لحفلة خطوبة ابنة خالتها. يجب أن يكون لون فستانها من تدرجات ال... لو سمحتوا، تعرفوا وين الأويسس كافيه؟ لم تلحظ اختلاف خلود، مما يعني أنها ربما ستعيد طرح السؤال. عفواً. على... بتعرفي وين الأويسس كافيه؟ لا، ما بعرف. أنا أعرف وين. بتعرفي؟ تطلعين من هالمحل وتروحين يسار وتعدين 15 خطوة بتلاقين قدامك سلم كهربائي، تصعدين وبتلاقين قسم بالمجمع هادي، في محلات غالية عشان شي الناس ما يروحون لوايد. المهم بعد كم من محل بتلاقين محل عطور مكتوب عليه من قدام بالذهبي، وعلى يمينه بتلاقين الكافيه. أو أقدر أوديك إذا تبين. هذه خلود وهذه صديقتها دانا، وكالعادة كل مساء خميس هو أمسية لمشاهدة فيلم. قد تعتقد أنه ليس من اللائق التحدث أثناء مشاهدة فيلم، ولكن في الحقيقة
دانا تصف المشاهد الصامتة لخلود التي لا يمكنها مشاهدتها. ونسيت أن أخبركم أن دانا غالباً ما تنشغل بتصوير السيلفي وتنسى خلود. يو خلص الفيلم ما شفت شيء. ولكن اليوم، اليوم ليس كأي ليلة خميس، وخلود لديها خطة. إيش قاعد يصير بالموفي؟ يبدو أن الحضور منزعجاً من صراخ خلود. الحين حضرتك تقدرين تقولين ليش قاعدين يسوون؟ أنا حتماً قادرة.